إذاعة سلطنة عمان. ما هكذا يكون؟ ما هكذا يكون؟ رصد سلوكيات جانبت الصواب. ما هكذا يكون؟ ما هكذا يكون؟ إعداد حسين بن سالم اليعقوبي، تقديم عوض بن علي صعب، تنفيذ معمر بن مسلم العمر. التصرف في الممتلكات العامة. قد تتعدد صور الإساءة إلى الممتلكات العامة وتتشابه هنا وهناك، بل قد تختلف طبيعة الردود إزاء نوعية التصرف في الممتلكات العامة التي جعلت لخدمة الإنسان، والتي حرصت الدولة على إنشائها وعلى تشييدها ورعايتها أو توفيرها في نطاق خدماتها التي تقوم بها إزاء المجتمع بكافة شرائحه. وقد تظهر لنا صور الإساءة في الممتلكات العامة جرياً في إتلاف الأشجار والعبث بها أو في إحراق أغصانها بأي شكل كان، وفي الكتابة على جدران الأسوار والحدائق وعلى حيطان المظلات وعلى أسطحها أحياناً. وقد يعمد البعض إلى تشويه مظاهر الجمال في كثير من المرافق العامة، سواء في الأماكن العامة والمتنزهات والحدائق والشواطئ، وكثيرا ما يعمد البعض إلى إتلاف دورات المياه العامة وإلى التعسف في استعمال مرافقها التي أنشئت لحاجة الإنسان الضرورية. وهناك من لا يسهم في المحافظة على ألعاب الأطفال، وذلك بأن يعبث بها ويسعى إلى إتلافها بشتى الطرق والوسائل. إن واجب الحفاظ على الممتلكات العامة سلوك حضري ومسؤولية مناطة بعهدة الإنسان وبمدى نجاع تربية أفراد أسرته وتوعيتهم بهذا السلوك الاجتماعي الإيجابي، كما يعكس سلامة التكوين في كيان الأسر. ولا غرابة مما يصدر من تصرفات الجو الأسري المشحون الذي يولد سلوكيات خاطئة قد تتعدى إلى الإضرار بالممتلكات العامة، وإن من واجب المرء أن يدرك أن العبث بالممتلكات العامة سلوك غير سوي، وهو سلوك خاطئ قد تنجم عنه أضرار عديدة قد تصل إلى تغريم أصحابه بمبالغ مالية إن كان الأمر وصل إلى حد الإساءة الواضحة بنوع من الممتلكات العامة، وبإلحاق ضرر قد يؤثر على المنتفعين بها. فتكسير الحاويات العامة يعد ضرراً، كما أن تغيير أماكنها أو دحرجتها والكتابة على جوانبها ناهيك عن قلبها كلها أعمال تندرج ضمن العبث بالممتلكات العامة. وقس على ذلك رمي فوانيس الشوارع الكهربائية بالحجارة ومما يعلق بأسلاكها من أشياء، كلها تصرفات لا تليق بالجانب الحضري للمجتمع. كما أن الكتابة بعبارات شتى على اللافتات الإرشادية جوانب تدخل في خانة الإساءة إلى الممتلكات العامة، كما أن التعسف في قيادة مركبات المرافق العامة إلى درجة التهور في سياقتها والعبور بها في طرق صعبة وعدم التمهل أثناء قيادتها في الممرات الترابية واصطدامها أحيانا بصخور صلدة وغياب تفقد أجهزتها وعدم صيانتها أعمال تتصل اتصالا وثيقا بالتصرفات الخاطئة في الممتلكات العامة. فما هكذا يكون التعامل مع الممتلكات العامة، وما هكذا توظف الممتلكات العامة في غير محلها، وما هكذا يكون موقف المرء إزاء كل مرفق من مرافق الدولة التي خصصت لخدمة الصالح العام. ما هكذا يكون؟ ما هكذا يكون؟ رصد سلوكيات جانبت الصواب. ما هكذا يكون؟ ما هكذا يكون؟ إعداد حسين بن سالم اليعقوبي، تقديم عوض بن علي صعب، تنفيذ معمر بن مسلم العمري.